استنفر قطاع الصحة بولاية شلف مصالحه الطبية خاصة بمصالح أمراض الأطفال وكذا مصالح الأمراض المعدية بعد تفشي داء البحمرون، حيث أشارت ذات المصادر إلى تأكيد حالة وفاة واحدة، فيما يبقى تأكيد باقي الحالات رهن تقرير معهد باستور في العاصمة. وفي انتظار ذلك شرعت المصالح الطبية في عملية تلقيح واسعة مست ما يقارب 4300 شخص. أو نتابع التصريحات في ميكروفون أحمد الوحشي. وواحدة فقط، وهي حالة، وهي الحالة التي نقول بأنها مؤكدة. أما الحالات الأخرى فهي لحد الآن لا تعتبر بالنسبة إلينا مؤكدة، لأن التحاليل لم تأتينا من معهد باستور. أؤكد بأن لغاية اليوم أرانا فايتين 4300 شخص يتلقاو التلقيح.